أنا الحاج يحيى خليل المعصابي من مواليد يعني سكان المجدل، من سنة 1950 فاتحين، تقول جا أبويا فتح المحل. هان المحل له تقريبا 71 عام. أنا اللي في المحل بشتغل تقريبا حوالي من مصغري في المحل، يعني تقريبا فوق 60 عام وأنا بشتغل مع أبويا، ولحتى الآن لازلت في المحل. كان الشغل زمان متوفر وكتير ومش ملاحقين الشغل، بس اليوم الشغل خف، وتقول الشغل تقريبا بالنسبة للبير انقرض، وزي ما تشايف يعني فيش حركة، بس الواحد بيجي عملية تسالي يسلي نفسه الواحد، يعني بدون محل يعني محافظ على التراث، انه اي شغلة اذا جت ممكن تشتغلها، والحمد لله على كل حال. وبعد الشغل بالنسبة للشغل شايف شغل خفيف خالص، نشتري حاجات بسيطة، شغلة بدها لحام قصدير، شغلة ايد غلاية ايدين طناجر، يعني حاجات. بالنسبة للشغل البابير تقريبا انقرضوا البابير، يعني نادر لما حد يجيب بابور كل شيء، يعني من نركب له رجلين راس ستيم بنصلحه من جميعه، بنصلح يعني من جميع اي حاجة في البابور بنفكفك كله بنركبه من جديد. البابور في ناس يعني بيعتزوا في البابور، بحبوا يستعمل البابور، بتلاقي البابور عندهم اريح من الغاز وناره اقوى من الغاز. في ناس يعني شباب يعني كانوا يجوني في الشتاء يقول انا بحب انام على صوت البابور، يولع البابور ينام على صوته، بس عمليه يدفن المكان عنده البيت وبتلاقي بتجلى على صوت البابور. هو البابور يعني حاجه تقول قديمه، يعني طول عمرنا قبل الغاز كان البابير شغالة، وتقول الناس متعودين على البابور، البابور هو الوحيد اللي بيستعملوه في حياتهم في البيوت، يعني كانش غير البابور اللي حاجة يستعمل، كان ولع نار أو البابور، والبابور اللي عنده سكن مسكر ما قدرش يولع نار، يولع تلاقي البابور هو اللي يمشي حاله، بدون بابور ما قدرش يعيش. هذا تقول أنا الشغل هذا تورثناه من أيام المجدل. اجى ابويا من المجدل ومعاه تقول العده تاع كان جابها معه من المجدل، يعني في عده كثيره كان هلوت عنده بالمحل ايام ما جابها ابويا معه من المجدل. وتلاقي من سنه 50 وهم فاتحين المحل، ومن والشغل ماشي في المحل من ايام 50 لحاليا. كان الشغل زمان كثير وفيش يعني الواحد في المجال يضل للمغرب قاعد في المحل. اليوم الشغل خف كليا، كانت الدكان هذه 4-5 في الشغل في المحل مش ملاحقين شغل، يعني تلاقي البابير مش ملاحق شغل البابير. كان شغل الناس كلها تعتمد على البابير، اليوم تقريبا البابير انقرضت والشغل خف كليا، والناس تعتمد على الغاز اريح واوفر.